احنا مجموعة النساء اللي قائمة على مشروع الافريكي من تعاونية جلبون. قمنا بحصد المحصول زي ما انتم شايفين هون، وبنفرده كبداية على اساس انه ياخذ يعطي نوع من التنشيف، وبعدين بنوديه على منطقة ثانية اللي هي بسموها منطقة البيدر على اساس انه ينحرق. المرحلة الثانية مرحلة الحرق زي ما انتم شايفين هون، وبعديها بتنشى وبتنقى من الاحجار ومن التراب ومن الجمول، احنا والنساء طبعا اللي بنقوم على تنشيط وحكم ما نجمع المحصول، وبعدين بنوديه على الجاروشه. بنوش الجاروشه وبننسفه وبنعيد عمليه نقائه وبنبلش نعبي بعبوات التعبئه تاعها. التنشيف والحرك بالمرحله الاولى. المرحله الثانيه انه هون احنا عملناه زي ما انت شايفه صوبه على اساس انها الدراسه تدرس الحب وتطلع الحب اللي جوات السبله على اساس يكون جاهز. احنا مجموعة نساء من جمعية جلبون التعاونية للتنمية الريفية. كان في فكرة وتوجه من النساء اللي في من الجمعية الخيرية اولا انه يبقى في عنا مشروع انه يدير دخل علينا، بما انه الجمعية الخيرية مش تاعت مشاريع وتعطي لهن للجمعية بشكل خاص. اتوجهنا على قسم التعاون وعملنا جمعية تعاونية مرخصة من قسم التعاون على اساس انه يبقى في إنه مشروع مدر للدخل. كان الترخيص من 29/6، وكانت ال 29/6 هذول من المساهمات ايضا بمشروع التعاونية. مشروع الافريكي اللي احنا اجت الفكرة من الحاجة له، اللي احنا طرحناه كان من 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 حاجتنا، لانه احنا كنساء ريفيات ربات بيوت. احنا ما انت بتعرف المراه الفلسطينيه ربت البيت هي اكثر شيء بتبدع بالزراعه، واكثر شيء بقع على عاتق المراه هذا الشغل. فاحنا كنساء وكمجموعه في هاي الجمعيه عملنا هاي الفكره ونفذناها عن طريق مؤسسه دعمت الفكره ورحبت بالفكره اللي هي مؤسسه فلسطينيات ومركز مساواة مع مركز مساواة أيضا. دعمونا بضمانة الأرض وبالبذار أيضا، وإحنا كان علينا اللي هو الجانب الثاني اللي هو جانب الشغل اللي هو التعشيب الأرض ومتابعة الأرض طبعا من الألف للياء زي ما صورت قبل شوي وخلصنا يعني لغاية الآن. فاحنا بنامل انه يبقى الانتاج ومحصول السنه ان شاء الله انه منيح، كونها تجربه جديده. احنا لا زال الشيء مبهم، ولكن ان شاء الله انه في خير، يعني واضح انه في خير ان شاء الله الهن. واحنا بنامل انه يبقى المشروع يتطور لاكثر من 4 دنومات، وحاليا 4 دنومات، احنا بنطمح انه يبقى 50 أو 60 دنوم السنه الجاي على اساس انه احنا نتشبك مع المؤسسات الثانيه غير مؤسسه فلسطينيات طبعا مشكوره، مع الاخت خلود البوريني ومن مركز مساواه اللي هي الاخت وفاء.
كانت هي من الناس اللي شجعتنا برضو، كانت معنا خطوة بخطوة، تواصلنا مع بعض باستمرار عن طريق الهاتف، وأجت علينا كذا مشوار الأخت وفاء والأخت خلود، وتبعوا معنا ورحبوا بالفكرة وساعدونا، مشكورين طبعا. إحنا بنطمح أنه يبقى المشروع على أكبر، وانه يكون في إنه مجال للتسويق بشكل اكبر برضه، ومن هينا منتابع ان شاء الله. طبعا الخير من ربنا بالنهايه، يعني حسب كميه الامطار اللي بتنزل على الوطن بشكل عام. هذا المشروع مشروع الفريكي، اللي هو من اكثر المشاريع المثيره للمشاعر اللي هي بتخص الارض ونتيجه الارض. يعني اللي احنا طبعا كفلسطينيه هون بهاي الدوله دائما ارضنا مهدده انه ناخذها، دائما في سياسه انه يبعدونا عن الارض. فنساء جلبون طبعا عن طريق جمعيه فلسطينيات اللي هن اختاروا هذا الموضوع، موضوع الفريكي لنساء جلبون. طبعا المشروع هو شراكه بين جمعيه مركز مساواه، جمعيه فلسطينيات برام الله اللي في لها كمان قسم بغزه، مع النقب اللي هو عن طريق سدري، جمعية سدري وجمعية نساء اللقية، اللي هدول جمعيات مساوية اللي بيحاولوا تنمية اقتصادية والحد من حالات الفقر. هذا المشروع اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي، اللي عن جد بنحاول احنا من خلاله انتاج 22 مشروع اقتصادي. وهذا المشروع من احدى المشاريع، جمعية فلسطينيات صار في لها ثالث او رابع مشروع اللي احنا اليوم بنشوف ثماره، اللي هو تطريز، اليوم ادخال التطريز الفلسطيني اللي هو تراثنا على وضعينا اللي شوي هي، يعني ادخال التراث مع الحداثة اليوم، اللي كمان احنا بلشنا نسوق لهم بالبضاعة اللي هي بناطلين مطرزة، بلوزات مطرزة كمان. مشروع الطابون طبعا احنا لاحقا رح نصور كل هاي الاشياء. طبعا المجموعات اشتغلت صعب، هذا المشروع هو ثالث سنه له. اول سنه كان في توعيه بالحقوق، ايش احنا حقوقنا كفلسطينيه، بالقياده، احنا على اساس نقود مشاريع بدنا نتدرب قياده كنساء وكشباب. وكمان كل موضوع الإعلام اللي إحنا نحاول نرفع صوتنا، نرفع مشاكلنا، إيش المعوقات اللي بتأدي لأنه ليش إحنا فيش عنا تطوير اقتصادي إذا إحنا داخل دولة إسرائيل، وإذا كمان إحنا بالأراضي المحتلة اللي هي طبعا أراضي محتلة في كتير محدوديات ومعوقات لإقامة مشاريع اقتصادية، رغم إنه في أرض بس فيش إمكانيات اقتصادية لإنه يزرعوا ويحصدوا. فعشان هيك كان في تمويل لهذا المشروع. فاحنا رح نتابع طبعا خلال زياراتنا لكل المشاريع، شوي شوي رح نتعرف على تقريبا على كل المشاريع. للاسف مع غزه اللي كمان هن بلشوا بمشاريعهم مش رح نقدر نزورهم ولا نصور، بس هن عم ببعثوا لنا كمان الافلام. مشروع الغنم اللي هو بلش كمان يشتغل وشفنا الاشياء تصورت، فهذا كمان اشي كله مثير لمشاعرنا. وبتامل انه فعلا هاي المشاريع اليوم هي بلشت مشاريع صغيره، اللي بعد سنه وسنتين احنا نشوفها مشاريع اكبر، ومنها كمان توسعت وصارت في مشاريع صغرى. فاحنا راح نتابع طبعا اعطاء المعلومات او سرد القصه عن هذا المشروع لاحقا لما نصور باقي المشاريع.